هم منو حضرتك؟ انا ام علي. ام علي. ام علي شنو اسمك؟ مهاجرين؟ اي مهاجرين. منين مهاجرين؟ من تل عفا. يا سيدي من 2014؟ ايه. زين. ايش اخبار تحت مكانكم هذا؟ ايه بتل عفا كان ايجار. بعد بهدل ماكو. بيت ماكو عندي. زين انتوا ايتام؟ ايه عندنا 4 ايتام. زين شو تفضل زوجك؟ صار يعني 4 5 سنوات. شنو سبب هذا؟ هاي قلب صار عنده. هذا بجنة مولو بإيجار؟ لا ملكي الحمد لله. زين انت ايتامك كلها مدارس؟ اي كلهم من المدارس. ايش محتاج من المدارس؟ والله يعني هواية، اكو ملابس محتاج مال المدارس، هسه كم يوم رحت بس غالي كلش غالي. يعني مال دفاتر هيجي مال مدارس قريبة عليكم منها؟ لا والله يعني اخذ كية روحهم. زين انت ما عندك بشار تشتغلين بالبيت يعني كتصرفين زين راتب رعاية عندك؟ شنو؟ راتب رعاية؟ اي عندي راتب الحمد لله. انت ما عندك بشار تشتغلين بالبيت على متعين جهاز جهاز؟ لا والله انا تعبان مرضانة. زين انت زين هذول ما عندك واحد بيه معوض مريض؟ لا الحمد لله. وانت زين البيت انت ايش معتاز البيت؟ بيت والله يعني بس واحد برده يعني برادة بالدياية شوف على الأرض، أرض كلش مو زين. فراش قصدك؟ إي والله يعني إيش إن شاء الله إن شاء الله أهل الخير. مال يعني كان صغير يعني مو كبير. هاي وظائف هذه تجي مساعدة إن شاء الله الخير ويقصرون وياك. إن شاء الله.